السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ عساكم بخير. معكم اخوكم سالم البادي من قناتكم المميزه الماستر اسلوم اكس. اليوم راح نشوف كيف نقدر نتسوق من امازون امريكا بكل سهوله وعن طريق الجوال، ما تحتاجوا اي شيء، كله جوال وخمس دقائق وخلاص، راح تقدروا تاخذوا اي شيء من امريكا وتوصلوه الى بيتكم. لكن قبل لا نبدا ادعمونا بالاشتراك في القناه، خلينا نشوف التفاصيل. قبل لا نبدا بالخطوات راح اخبركم الفكره العامه كيف نقدر نتسوق من امازون امريكا بكل سهوله. شب ان شب خدمه من شركه ارامكس راح تعطينا عنوان في الولايات المتحده في نيويورك بالذات، بعدها نروح موقع امازون امريكا ناخذ اي شيء نباه ونخليه يودي لنا اياه في العنوان اللي عطتنا اياه خدمه شوب ان شيب في نيويورك، بعدها شركه ارامكس بتشله من نيويورك بتوديه الى البيت عندكم. فالخطوات بسيطه وما ياخذ عليكم اكثر من خمس دقائق، خلينا نشوفها. اول خطوه نسجل في خدمه شوب ان شيب المجانيه عن طريق الضغط على الرابط تحت هذا الفيديو. اول ما نفتح موقع شوب ان شيب راح تطلع لنا هذه الواجهة، نضغط على سجل الآن. لاحظوا سابقا كان بفلوس الاشتراك في هذه الخدمة، الحين خلاص سووها مجانا أو يمكن بسبب الحجر نختارها. بعدها نختار الخدمة المجانية طبعا، وبعدها نعبي البيانات ونوافق على الشروط وبكذا سجلنا في موقع شوب ان شيب ارامكس. بعدها نسجل الدخول. خلال تسجيل الدخول راح نقدر نشوف الطرود والحساب والرسائل، ما مهمة في أول تسجيل. ننزل تحت ونروح عنواننا في نيويورك، هذا العنوان في نيويورك، ناخذ العنوان ونحطه في موقع أمازون. الحين نروح موقع أمازون نسجل فيه من خلال هذا، راح أحط رابط موقع أمازون أمريكا في تحت الفيديو. نسجل في موقع أمازون، بعدها نحط عنوان شوب ان شيب نيويورك في امازون امريكا كالاتي. نروح الاعدادات، بعدها ننزل تحت ونروح يور اكاونت، وبعدها ننزل تحت ونختار يور ادرسز او عناوينك. طبعا انا هذا الحساب قديم فعندي عناوين ثانيه، فراح احط عنوان جديد، اسوي اد نيو ادرس. الحين احط العنوان اللي في موقع شوب ان شيب نيويورك، احطه في امازون امريكا عشان امازون امريكا يشحن لي الى هذا العنوان، وبعدها شوب ان شيب توصل لي الى البيت هني في عمان. طبعا مثل ما تشوفوا كذي اعبي التفاصيل، بعدها اضغط اد ادرس، يقول لي تاكد من العنوان، انزل تحت مره ثانيه واضغط اد ادرس تاكيد، وخلاص الحين ضفت العنوان بكل سهوله. الحين انا ابغى اشتري مايك جديد للقناه، فخلينا نشوف كيف نقدر نشتري المايك ونخليه يوصلنا اياه في نيويورك امريكا بكل سهوله. خلينا نبحث عن المايك، نكتب اسم المايك او الغرض اللي تريدوا تشتروه. خلينا نشوف، ايوه هو هذا. لاحظوا الشحن مجاني، بس لا تتخربطوا، هذا الشحن مجاني من الوير هاوس مال امازون الى نيويورك، هذا الشحن المجاني من نيويورك الى عمان، لا بفلوس، ما مش مجاني. فيقول لك هني لو تلاحظوا شحن مجاني، هذا فقط من امريكا لامريكا مجانا. الحين من نيويورك الى بيتي راح ادفع مبالغ الى ارامكس. لاحظوا الحين يقول لي حط بطاقتك البنكية، انا اوريدي حاط البطاقة، انت اللي مسجل جديد حط البطاقة واضغط على استمرار، بيطلع لي هذا السعر مع الضرائب ومع كل شيء. بعدها اقدر اختار نوع الشحن، عادة يكون الشحن السريع بفلوس والشحن البطيء ببلاش، لكن بسبب ان الغرض غالي وبسبب ان في عندنا حجر صحي الحين، فامازون تساعد الناس وتسوي الشحن مجانا. بعدها اضغط على اوردر ناو او الشراء الان، مثل ما تشوفوا بليس يور اوردر، وخلاص خلاص قال لي ثانك يو يور اوردر هاز بين بليسد،
بيوصلني تاريخ 1/5 اي بعد يومين تقريبا بيوصلني نيويورك. الحين بعد ما يوصل نيويورك ياخذ من 3 الى تقريبا 7 ايام الى يوصل الى البيت، يعني تقريبا من 5 الى 7 ايام راح يوصلني هنا عمان. طبعا اذا حابين تعرفوا كم راح يكلف الشحن تقدروا تشوفوا وزن المنتج اللي بتاخذوه، بعدها تروح موقع شوب اند شيب وفي هناك كالكوليتر او حسابه، حطوا الوزن وحطوا الدوله اللي انتم تريدوا تشحنوها من وين لوين، وراح يخبركم السعر التقريبي لهذا الغرض وبكم راح يوصل. وبالمناسبه في تطبيق لخدمه شوب اند شيب تقدروا تنزلوه، هذا التطبيق راح ينبهكم لما يوصل غرض، راح يخبركم وين مكانه وراح يخليكم تقدروا تحسبوا قيمة الشحنات بدون لا تدخلوا على موقع أو خدمة شوب أند شيب. وهذا كان الشرح مبسط لطريقة التسوق من أمازون أمريكا. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، اعملوا لنا لايك وسبسكرايب لدعم القناة. شكرا للمتابعة وكالعادة لحد الفيديو الجاي، فمان الله.